في أول زيارة إلى إيران منذ عام 2007، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران لحضور قمة الدول المصدرة للغاز. الزيارة تعتبر إشارة إلى تطور العلاقات بين موسكو وطهران، ومن المتوقع أن يعقد بوتين محادثات مع نظيره الإيراني حسن روحاني. وعززت طهران علاقاتها مع موسكو في الفترة الأخيرة، حيث تدرس روسيا منح قرضين بقيمة 7 مليارات دولار إلى إيران. وتستضيف إيران منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي يوم الاثنين في خطوة تحضيرية لرفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران العام المقبل بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية الست في يوليو الماضي. وتصر روسيا على ضم طهران إلى المحادثات الدولية المتعلقة بسوريا، حيث تنسق الدولتان جهودهما لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في إلحاق هزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد. محمد الجبالي، رويترز.